اليوم تنصب لنا سلم رفيعة بين السماء والأرض، فعليها توكأ العلي، وبها انحدر الكلمة الأزلي من السماء إلى أرضنا. فلنهتف مع يعقوب عند نهوضه من رؤياه العجيبة: إن الرب في هذا المكان ونحن غير آبهين. ما هذه البتول إلا مسكن الله، إنها باب السماء الخالدة. لذلك نهتف بثقة قائلين: بشفاعة والدة الإله وأم الكرمل، يا مخلص خلصنا.